السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر. خلصنا معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، موعد مباراة نادي برشلونة أمام نادي ريال مدريد بإذن الله تعالى يوم الأحد الموافق 4/8/2024. مباراة ودية طبعا بين برشلونة وريال مدريد في أمريكا. المباراة بإذن الله تعالى ميعادها الساعة 2 صباحا بتوقيت مصر ومكة المكرمة، 2 صباحا بعد منتصف الليل توقيت مصر ومكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة ميعادها الساعة 3 صباحا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 1 صباحا بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 12 منتصف الليل بالظبط، يعني خارج من السبت داخل الأحد، بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. الساعة 11 مساء السبت 3/8 بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة قناة الكويت الرياضية، المعلق عبدالله الحربي. ملعب المباراة استاد ميت لايف نيو جيرسي زي ما قلنا في أمريكا. اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.